السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شباركم ان شاء الله زين. ياكم جيو قناه تبر جاكم حلقه جديده. طبعا شباب حلقتنا اليوم اول مره اصور هيك حلقه يا شباب، وقولوا لي اذا تعجبكم. طبعا وايد اشوف محتوى ردات فعل، فقلت امان ليش ما اصير ردات فعل، يعني كل الناس بتصير ردات فعل، قلنا يلا خلنا نسوي ردات فعل. فمثل ما تعرفون يا شباب سويت مسابقه بسيطه، مو بها فلوس او فد شيء يا شباب، مجرد ردات فعلي على المتابعين مالتي بشكل عام. راح احط لكم كل روابطهم بالوصف، اي واحد تريدون تتابعوه او تشوفون قناته اذا عجبكم محتواه اشتركوا يمه. المهم يا شباب راح اشوف عده شخصين انا ما اعرف هوايه سجلوا يا شباب، فحاولت اجيب ناس قليلين على مد ما يطول الفيديو هوايه. واذا تحبون هيك فيديوهات ممكن نجيب مثلا اكتب اسم يوتيوبر مظلوم مثلا وانا احصي عنه رده فعل، اشوف لاعبين محترفين. يعني مو تكتب لي مثلا مونجرا الكليكس، اكتبوا لي ناس ما معروفين هوايه، ما معروف ما عندهم فوق ال 100,000 فوق ال 200,000، ارسلوا لي ناس مظلومين وقويين مره فورتنايت، ان كان كلاعب ادت كلاعب كومب اي نوع، اوكي شباب؟ المهم خلينا نشوف. هذا اول شخص اسمه 6VVJI، اوكي صوره بنت سيزون 3، وارسل لي فيديوهين، فقال لي قلت له اي واحد تبغاني اسوي رده فعل؟ قال لي سوي على رده فعل فورتنايت بوكس فايت. فقلت يلا خلينا نشوفه، اذا طلع كثير فبحاول اشوف اقل شيء، عفوا اكثر شيء دقيقتين، وبقيم لعبكم يا شباب. فاي شخص بيزعل مني هذه انا مالي دخل، بقيمكم كلكم كلكم كلكم. انا الحين بطفي الصوت من عندي عشان ما ابغى الكوبايات مثل ما قلنا. اوكي دقيقتين يا عمري، اوكي دقيقتين يا شباب خلينا نبدا الفيديو. اوكي ابدي من الصفر. اوكي شباب بديت الفيديو هنا، خلينا نشوف ايش دي يسوي. اوكي اول شيء بدينا بالانترو مال مستر اوكي اسمه مستر نحر، اللي يحب يشترك يمه يروح بالوصف راح يشوفه. اوكي 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 هذا سوني يا شباب، شوفوا البيس كنترول مالته شلون. اوكي اللعبه واضح انك اوكي كنترولر يا شباب، والاديت مالتي L3، فاللي ده اشوفه انه لعبه كويس جدا، والايم ليه مالته ابد ما يضيع. اوكي نايس الايم يا شباب ابد ما يضيع، يعني مستغرب اني شلون هيك الايم، ايم جدا جدا رهيب جدا 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 رهيب. اوكي خلص الفيديو، لا تنسى الاشتراك. اوكي لقطات بابليك، والله يا شباب عنده ديسنت بيس كنترول. البيس كنترول مالته مو طبيعي، والله والله فاير فاير نار، عنده بيس كنترول مو طبيعي. طبعا لا تنسون كل هذول لعيبه سوني، اوكي كل هذول لعيبه سوني، يعني تخيلوا اللي عندهم بي سي ايش بيسوون. فاللي قاعد اشوف لعبه مره مره كويس كلاعب كنترولر سوني. خلينا نشوف بنجا كم، ماني قادر اشوف الجوده مو مره واضحه، اتوقع بنجا كذا عشرينات او ثلاثينات. بنجا 15 والله ماني متاكد، بس اتوقع بنجا 15 يا شباب. اوكي 118 والله يا شباب ايمه مو طبيعي، ايمه مو طبيعي. شلون يجي يعني شلون يجيب هذا الايم؟ وعلى الاغلب هو الممثل اغنيه حلوه، لكن للاسف باني ما مشغل الصوت، لكن والله مو طبيعي. اهنيك على هذا الايم 139، اهنيك على هذا الايم. لقطاته كلها بوكس فايت اللي اذا نشوفها، واضح انه بوكس فايت وارير مو 1v1 ابد، يلعب بوكس فايت. عنده البيس كنترول مليون مليون، يحشر الناس يحشر الناس بشكل مو طبيعي. شوف شلون حشرها، شوف حتى سوى سلو موشن. اوكي ترافيس سكوت، اوكي دبل اديت حشره. تشوفون تشوفون يا شباب في شيء، في شيء في البيس كنترول حقها مو طبيعي. خلص المقطع؟ تمام خلص المقطع يا شباب. والله العظيم انه مو طبيعي يا شباب هذا اللعب، هذا كله لا تنسون ترى كل هذا اللعب في سوني. والله اهنيك يا مستر نحر، عنده 209 مشترك. اشتركوا في قناتي اذا تبغون تدعمون، ممكن يوصل 300، وصلوا 300 يستاهل. والله العظيم ان لعبك مو طبيعي ككنترولر سوني. اما لو انت كيبورد كنت بقول لك خلينا نحط لك اشتراك ولايك، ابلع اشتراك ابلع لايك. تمام مثل ما قلت لكم هذا اول واحد، خلينا نشوف الثاني. تمام لكن هذا اقيمه من 10 ككنترولر، اوكي راح اقيم ككيبورد ككنترولر، على الاغلب كلهم كنترولر انا ماني متاكد، لكن هذا ككنترولر بقيمه لعبه 8.5 من 10. والله العظيم لعبك مو طبيعي. قاعدين نتكلم عن سوني مو بي سي يا شباب، سوني اوكي من عدا انه بينجا كويس صح في ام اسيست، لكن والله لعبه مو طبيعي، واضح انه مو حق، هذا مو لعبه ام اسيست، هذا لعبه ايم حقيقي. فاهنيك على لعبك يا مستر نحر. خلينا نروح للفيديو الجاي. اوكي شباب عندنا واحد هنا اسمه ويند اكس ال ار، اوكي خلينا نفوت على الشات انا ما ادري هذا لعبي. اوكي راسل لي مقطع هايلايتس هاشتاج 3، اوكي هايلايت اوكي تمام. خلينا ندخل على الفيديو واطفي الصوت واشغل الفيديو. تمام
ترى مشتغل ادتد باي اوكي ويند اكس ال ار واضح مسوي الشرح حقي كفو تقدر تشتغل اكثر على الشرح تمام كنترولر خلينا نعلي الجودة يا شباب انا قاعد احدث فورتنايت وراي اذا قاعدين تشوفون فعشان كذا لا انا اسف الجودة هنا مو مرة كويسة فخليها فل اتش دي 1080 اوكي خلينا نشوف واضح الجودة حقه مو من شو اسمه مو من الفلاشة مصورة وناشرة يوتيوب اوكي جاب ابو 212 هذه اللقطات قديمة طبعا لا تنسون ترى الحين سيزن جديد الحين سيزن جديد يا شباب اوكي اوكي قتل اوكي حلو لعبة كنترولر ايش الاديت حقه ما لاحظت يطلع اكس مثلث اوكي اوه وربي ناسي كيف الكنترولر نزلت ايوه هو الاكس اصلا مثلث اوه هنا الكي فريم اوكي الكي فريم سويته غلط حق المونتاج خلص الفيديو تمام اهنيك على لعبك تمام لكن يحتاج لك مثل اللاعب اللي قبله حاول تاخذ فيديوهات منه وتشوف كيف لعبه هو عنده الاديت اسرع منك وعنده البيس كنترول اهنيه على ذا اهنيه ذاك والله حد الان ماني مصدق قاعد يلعب كنترولر وكذا البيس كنترول حقه اوكي ادري البيس كنترول في الكنترولر احسن لكن ذاك قاعد يلعب سوني يعني والله مو طبيعي فاهنيكم اثنينكم لكن ذاك مثل ما قلت لك يا ويند تعلم من لعبه بشوي خليك في البيس كنترول احسن وخلي لعبك انصحك بومب احسن احس البومب احسن من كل شيء ادري كل الناس يعجبهم في ناس يعجبهم تاك في ناس يعجبهم بومب في ناس يعجبهم ليفر حسب لكن انصحك في البومب لان البومب مره كويس خلينا نشوف الفيديو الجاي وانصحك في المونتاج طبعا لا تنسى اهم شيء المونتاج الكل يا شباب يركز ركزوا في المونتاج ترى انا بشوف الهايفكتات بشوف الاوفرلايات ايضا المونتاج ترى بقيمه فاقيم هذا اللعبة كلاعب سوني بقيمه 5.5/10 انا اسف على التقييم ده ماني جاي مدلعكم انا اقول لكم مره ما راح ادلعكم هذا الفيديو اسمه J7UC شرطتين اليوتيوب حقه كلهم بحط لكم من هو من اول واحد لاخر واحد حاط صوره ريكون اكسبرت اللي هي انجولا البيضه اوكي والله اننا متكلمين كثير يقول لي تنصحني احاول ماوس كيبورد ما ادري ايش اوكي انا اول ايوه اللابتوب كذا يسوي بالسهم اول مقطع لاعب كنترولر وماوس في نفس الوقت اوكي يعني هو لاعب هايبرد اللي ما يعرفش معنى هايبرد يا شباب هايبرد معناتها يلعب الاثنين ككيبورد وككنترولر ايضا يلعب خافوا الفيديو اوكي دقيقتين و25 ثانية ما بتفرج كله طبعا كلهم ما بتفرج كلهم عرفتوا بقص شوية اوكي بنقى مرة كويس 15 مبنق الولد نايس مع بومب بو قول البريفاير قول البريفاير عجبني اوكي مونغرا كلاسيك اعطاه واحدة مونغرا كلاسيك اوكي نايس 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 بس غلط في تطلعي الشتجن هذه مشكله الكنترولر صعب تطلع الشتجن من اول محاوله لازم تضغط ار1 او ال1 ما ادري المهم اوكي قاعد يسوي ريتيك بسيط في الزونوار طبعا لعبه زونوار واضح انه يلعب ويجرز كثير او ماي جاد يا بيس كنترول لا او ماي جاد قاعد يدعس فيهم وربنا قاعد يدعسهم اوه اعطاه ذاك الواحد اعطاه اوكي صاحبة تنوك مارشميلو الجعجل اوه يا الفليك كم الدمج اكتبوا لي في التعليقات كم الدمج ما بوقف الفيديو اتحداكم تعرفون كم الدمج انا بنفسي ما عرفت اوكي قاعد يلعب كيبورد ادت اف اوكي خلينا نشوف ايش قاعد يسوي لعبه كويس اوكي ايما ايضا كويس اخذ الجدار اعطاه الهرم بكسه بلع نايس يا عمري اوكي يلعب ارينا ايضا احب لعبين زي كذا يلعبون كل شيء كريتيف بوزنوار ارينا اللي هو طبعا مو انا بس العب كريتيف مو مره حق ارينا اوكي عند الميتينات في الكنترولر مو طبيعيه يا شباب الميتينات في الكنترولر مو طبيعيه انا معلي يدي كثير ما ادري ليه خلينا نشوف انا ما ادري والله اول مره اصور كذا يا شباب شوفوا كيف دعسه وربي نايس اوكي هي 44 100 او ماي جاد خلطه كنترولر عرفت والله يا شباب ايمك في الكنترولر مو طبيعي اهنيك على ايمك في الكنترولر قاعد يلعب بوكسات اوكي واحد مره نشفه كريه مره قاعد يخلطه خذ الجدار يا عمري اوكي لو رايت هاند بيك انصحك احسن يا شباب افتحوا ايدت من فوق يمين او يسار احسن لانه بيكون عندكم ادفانتج اكثر بسوي لكم مقطع نصيحات عفوا نصايح يا شباب بيفيدكم اشياء مره تسويها غلط فورتنايت وانا
مسوي لكم اياها بطريقة صحيحة. شوفوا الميتين يا رجل، اوه ماي جاد يا اخي ماني قادر اتكلم، شوفوا ماني قادر، كل شيء 200. انت الفي يا عمي ايش فيك انت مع الميتينات؟ قول لي. اوكي شباب، جي 7 اتوقع كان اسمه صح، خلينا نشوف يوتيوب اسمه تي جود. اوكي اقيم لعبه كسوني، انت ايضا سوني واضح، اقيم لعبه كسوني 8. ذاك اتوقع اعطيته 8.5، لكن انت اعطيك 8 عشان ما عندك الاديت مره 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 فل سريع. ثانيا عشان تلعب هايبرد، انا ما انصح اي شخص يلعب هايبرد، ترى الهايبرد مره يجيب لك مشاكل، تنسى لعب الكنترولر. اوه مقطع طلع اقتراحات يا شباب. اوكي شباب، مره ما انصحكم تلعبون هايبرد، العب يا كنترولر يا كيبورد وماوس. فيا خلينا نروح لواحد اللي بعده، ندخل انستغرام نختار مره ثانيه. لقيت واحد هنا اوريدي اختاريته اسمه 300.nmx اللي هو نمكس، خلينا نفوت عليه، اتوقع هذا بيكون اخر واحد او قبل الاخير يا شباب. اذا طول الفيديو مره بخليه اخر واحد، خلينا نشوف. اوكي نضغط هنا، نعلي نشوف هايلايت هاشتاج 2. اوكي هذا برضو هايلايت. السلام عليكم يا سنيبو، انا لاعب سوني بينج 100. يا سنيبو هذا انا قلت السلام عليكم، انا لاعب سوني بينج 100. تمام اوكي نضغط على الفيديو، خلينا نشوف لاعب سوني بينج 100 يا شباب، يعني هذا مظلوم ليفل مليون. اوكي دقيقتين و16 27 مشاهدة، عند 10 مشتركين. سبسكرايب، اوكي غلط كاتب سبسكرايب. هايلايت نمكس، اوكي واضح انه يمنتج على كين ماستر اتوقع. بحث كل هذول المونتاجات. اوكي اد التجباد نقص وحدة 3 مرات اعطاه 200. تمام اوكي بو هو ناط نايس 170، اهنيك على هذه مره كويسه، حتى لو السيزون خلص لكن مره كويسه وعجبتني. اوكي خلينا نشوف، بس ركز على الكولر كولكشن، كوركشن عفوا، مره الوان الفيديو مره مو كويسه، انصحك تغيرها، غير خليها الوان طبيعيه. اوكي واضح ان ايمه كويس، واثق من ايمه عشان كذا يدخل بوكسات كثير، هذا اللي قاعد الاحظه مثل ما تشوفون، دخل عليه ولا كانه مهتم. شوفوا خلينا نشوف بيدخل بوكس ولا لا. اي والله شوفوا ما يخاف مره ينزل على اي شخص، يشوف اي شخص ينزل له، شوفوا ما يخاف يدخل على اي واحد كذا بدون اذنه، عرفته على طول يدخل. نايس اهنيك على لعبك، اهنيك. ايما في البو واضح انه كويس، شوف النقطه كيف عليه هيد شوت. يا عمري نوك هيد شوت يا عمري. 203 يب، هذا جاي بلقطات 200 فقط. اوه بطوله قاعد يلعب بطوله وجابه هيد شوت بالبو. يا عمري بس الوان المقطع مره مزعجه للاسف، يقول لنا بينجا 100 وبينجا قاعد يطلع لي كم 70، هذا 60 بينجا وات. المهم ترى بينجك يا خوي ابد مو 100، ترى بينجا 40 كم هذا يا شباب، قاعد اشوف بينج 50 انا مو ب 100 مره. جاي الاكس دم 4، اوه افضل شيء في الحياه لما الشخص يجيك اكس تبلع يبلع 200، والله يا شباب هنا اوه الراحة النفسية عرفتوا. اوكي سايرن قاعد يسوي ادت، يا عمري الادت كل ذا كنترولر، نط واحدة وعطاه 200. لا تعيد اللقطة اكثر من مرة، انصحك المونتاج شوي ركز فيه، كل الناس ركزوا في مونتاجكم يا شباب، ترى مونتاج الجوال مرة سهل ما يحتاج لشيء، بس انت تدرب. شوف يا عمري الايم وربي يا شباب، هذا ايمه ثاني افضل ايم شفته لحد الان، ذاك ما حد يسبقه. اوكي خلص الفيديو تمام. بعطيكم نصيحه كل الناس يا شباب، بعطيكم نصايح، اتوقع انتهى الفيديو لحد الان تمام، بعطيكم نصايح الحين عشان تستفادون، بسوي مقطع ثاني اذا تبغون، اكتبوا لي في التعليقات اذا تبغون جزء ثاني يا شباب. نظلم خلينا نشوف، لازم نقول اسمه لازم. اوكي نروح على انستغرام، هذا اسمه 6VVJI، والله يا شباب ان لعبه هذا الانسان مو طبيعي، اتمنى ما اكون غلطان. اتوقع انه هو لعبة مرة كويس، مرة 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 كويس لعبة بوكس فايت، شوفوا حتى هو كاتب في العنوان بوكس فايت فورتنايت، فورتنايت المهم زي كذا، بختصر لكم يا شباب، هذا لعبة بوكس فايت والبيس كنترول عنده مو طبيعي، انا لحد الان ماني قادر اصدق قاعد يلعب كذا، صح انه بينجا كويس لكن والله البيس كنترول حقه اسطوري، فيب هو اللي فاز باعلى تقييم اللي هو 8.5.
فارسلوا لي مقاطع اكثر حتى اللاعبين، ممكن اعيد مشاركتكم اذا في كثير ما بعيد. اوكي ارسلوا بعد عشان اسوي ردة فعل عليكم، واكتبوا لي بالتعليقات اذا تبغون اسوي مقاطع ردة فعل اكثر من كذا. وبس شانكم جيم قناة سنيفو، اتمنى عجبكم هذا الفيديو، ادعمني بلايك واشتراك، وان شاء الله نوصل 5000 قبل ما تخلص هاي السنة. وبس peace.